بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا بركته وتدين فينا نعمته من الآن وكل أوان ولا ظهر الدهور كلها أمين. أحبائي، النهاردة برمون عيد الغطاس المجيد، والبرمون ده هو صيام من الدرجة الأولى، ما ناكلش فيه سمك. والبرمون ده بيجي قبل الغطاس وقبل الميلاد، والمدة بتاعت البرمون تتراوح ما بين يوم لثلاث أيام. فالبرمون السنة دي جاي يوم واحد يوم الجمعة، لكن مثلا لو العيد يوم اثنين نصوم الجمعة والسبت والحد. خلي بالكم، صيام انقطاعي، صيام من الدرجة الأولى، ده برمون. العيد ده ويوم ايه؟ طيب العيد لو يوم حد نصوم الجمعة والسبت يومين، يبقى البرمون من يوم لثلاث أيام. كلمة برمون يعني على غير العادة أو فوق العادة، وكلمة برمون يعني استعداد فوق العادة. فالكنيسة عايزانا إن احنا نمارس التقشف فوق العادة في اليوم السابق للعيد، عشان يعني يزداد إحساسنا بالعيد. يبقى برمون يعني على غير العادة أو استعداد. البرمون السنة دي جاي يوم واحد، تمام، اللي هو يوم مين؟ الجمعة، وبالليل بنعمل القداس. النهاردة البرمون، فالبرمون له قراءات الخاصة بيه. يعني مثلا تلاقي إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 3، البرمون بيتجري من إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 3. طيب هنا بيتكلم عن يوحنا المعمدان وكراسته. خلي بالك، يوحنا المعمدان لو قلنا سبب القوة بتاعته انه كان جاي نتيجة صلوات وطلبات زكريا وإليصابات، ودول ناس كانوا برين امام الله. يعني الناس دي كانوا برين امام الله، فالناس دي كانت بتصلي باستمرار، فجاي من بيت صلاة. يلقى ايضا انه سبب قوته يوحنا المعمدان انه ده راجل تربى في البرية او عاش في البرية. خلي بالك، عيشته كانت في البرية، وايضا انه امتلأ من الروح القدس، عشان كده ما فيش من مواليد النساء زيه. كان كارزا بالتوبة، كان يدعو الشعب كده لكي يعودوا طريق الرب، يقول لهم توبوا عن خطاياكم اتركوها، وكان بيقول لهم اجعلوا طريق الرب مستقيمة، زيلوا كل العقبات اللي موجودة، زيلوا كل العقبات اللي تجعل قلبك يملك الله. فكانت ناس كده فيهم بتعتمد عشان تختسر من الخطايا بتاعتها نهر الأردن. قال لهم بس خلي بالكم، مش تختسلوا بس، اصنعوا ثمارا تليق بالتوبة، اعملوا أعمال صالحة تأكد التوبة. يعني مش الفكرة انك تعتمد وتبقى مسيحي بس، ولا تدق الصليب على ايدك بس، لكن افعل اشياء تدل على مسيحك، ليروا الاعمال الصالحة يمجدوا اباكم الذي في السماوات. سيد المسيح لما برضو ابتدى يخدم قال لهم قد اقترب منكم، توبوا امنوا بالانجيل. وبطرس قال لليهود توب وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. بولس يقول الوثنيين، كان أريوس باغوس قاعد، فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. فالرسالة لم تتغير يا حبائي، رسالة التوبة، رسالة التوبة. ويوحنا كان لا يحابي، كان صوت الحق، صوت صارخ في زمان ضاع فيه الحق. لم يكن لديه أي استعداد ليقدم أعذارا لأصدقائه أو أصحابه أو أهله أو الناس أصحاب النفوذ لما يخطئ. كانت كلماته واضحة، ما فيهاش ألوان، مش ألوان متداخلة. لا يحل لك أن تكون، أو لا يحل أن تكون لك زوجة أخيك زوجا لك. هكذا السيد المسيح كان لا يجامل، ما كانش عنده مجاملة خالص. انت عارفين بيلاطس صلب المسيح مجاملة لليهود،
عشان كده قال والذي معه كلمتي فليتكلم بالحق. هو علمنا بس يقول ايه، فلو كنت بعض ارض الناس لم اكن عبدا للمسيح. رغم صوت الحق والصوت يعني كلمه الله، كان انسانا ايضا متواضعا، خنته كانت قليله يعني لكن كانت فعاله. فالله لو جابنا النهارده وقال لنا كده، هل انتوا بتعيشوا حياه التوبه ولا لا؟ هيقول لنا تكرزوا بالتوبه ولا لا؟ كان راجل بسيط في لبسه، كان بسيط، كان ياكل لابس منطقه من جلد ولابس من وبر ابل، كان زي الانبياء، وكان ينادي بالتوبه. كان انسانا بسيطا ياكل جراد ودنبات يشبه الجزر، او ربما يكون الجراد المعروف ده كان مسموح زمان باكله. كان لا يشرب خمرا ولا مسكرا. هذا الانسان كان انسان متواضع. لما جوا قالوا له انت المسيح، قالوا لا خالص انا مش المسيح، ينبغي انزاك يزيد وانا انقصه. هو يزيد وانا انقص. وكان لما جاي يكرز جاء في بريه اليهوديه، ما راحش مدن عشان جمع الناس ويروهم المسيح دفعه واحده دون الحاجه الى طواف به في الاسواق والبيوت. عايز يقول لك ان الناس اللي بتدعوها للتوبه ناس ما كانش عندها خيرات الهيه، قرز بالتوبه لان رمز الطهاره، واقترض مع مديه بالتوبه لتوبوا لانه اقترب منكم ملكوت السماوات. وليه قرز بالتوبه؟ ليبشر الناس بان المسيح هيجي بطريقه جديده للخلاص لم تكن في الناموس الذي كان يتطلب القصاص. هي توبه يعقبها غفران خطيه بمعموديه المسيح. فلما سمعوا كده ابتدوا اليهود يصارعوا ان هم يعملوا ايه؟ الى التوبه. وقال لهم خلي بالكم، انتبهوا ان المسيح ما حدش ينفع يقابله الا لما يتطهر من الاوساخ والشهوات. اذهب الى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم. كان صوتا صارخا. الصوت دايما يصح الناس، يفوق الناس، ينبه الناس من غفلة الخطية. الصوت أيضا هو تبشير الناس اللي دايما بشر بيها. كان يوحنا بشيرا بغفران الخطايا وملكوت السماوات. كان ملاكا، كان ملاك. يقول أعدوا طريق الرب، صنعوا سبله مستقيمة، كل وادي يمتلئ وكل جبل وأقمة ينخفض، ويبصر كل بشر خلاص الله. ابتدى ينذر الناس الغفلانين. جاء كثير من الفريسيين والصدوقين إلى معمودية يوحنا، قال لهم يا أولاد الأفاعي، جايين يقولوا له أنت هل أنت بتعمد؟ ليه أنت بتعمد؟ لست المسيح ولا إليا. ابتدى يقول لهم، ابتدى ينذر الجماعة دول، يقول لهم اصنعوا ثمار تغليق بالتوبة، اعملوا أعمال صالحة، ودي دليل التوبة يا حبايبي. لا تقولون لنا إبراهيم أبا. عايز يكسر شوكتهم لأنهم يفتخروا أنهم أولاد إبراهيم، لكن بعدين عنه، عن الاقتداء بعمله. الله قادر أن يجعل من الخطاة عامة أولادا لإبراهيم لو تابوا. واحد يقول لك أصلا أنا خادم، أصلا أنا شماس، أصلا اعمل بالخدمة بتاعتك وشوف صفات الشماس وعمل الشماس، توب. عشان كده بيقول لهم يا أولاد الأفاعي. قال لهم وضعت الفاس على أصل الشجرة. الفاس هي الانتقام، الشجرة هي الناس ومصيرهم. عايز يقول إن كل شجرة ما فيهاش ثمر تقطع وتلقى في النار. زي الناس دي كده اللي ما فيهاش ثمر هتقطع وتلقى في النار. كان ينبه الغافلين، كان ينصح المهتمين. يعني الفريسيين كده أكثر ناس يود في اليهود عدد ولهم مكانة وعندهم ثقافة وصلاحا، يظهروا للناس الزهد، يصومون يومين في الأسبوع، يخرجون العشور ويجعلون خيوط الكرمس في رؤوسهم والثياب، ويغسلوا الأواني والأطباق ويظهروا النظافة ويفتخروا بمعرفتهم الدينية، يزعمون أنهم يستحقون لطف الله بأفعالهم، أنهم ناس يحافظوا على التقاليد. لذلك وصفهم المخلص بالرياء. أنذرهم وقال لهم بص يا جماعة، من له ثوبان يعطي من ليس له،
أيوة أنتم بتعملوا الطقوس وتطلعوا وتلبسوا وتأدوا الطقوس، هل عندكم رحمة؟ التوبة هي عمل رحمة. لكن الصديقون دول جماعة الزنادقة كانوا من جنس السامريين، خلي بالك، وينكر تعاليم كثير في الكتاب المقدس، أهم حاجة هم يأمنوا بها أسفار موسى الخمسة، وطبعا ما عندهمش اعتقاد بالملائكة ولا القيامة ولا الروح القدس ولا الخلود ولا النفس ولا التسوى ولا العقاب في الآخرة، ويعتقدون بوجود الله وعنايته. ودول عادتهم قليل، الصدقيون أقل من الفريسيين. أنظرهم وبلغهم بأعمال الرحمة، من له ثوبان أيضا يعطي من ليس له. العشرين أيضا قالوا له ماذا نفعل؟ ودول اللي كانوا بيلموا الجزية، الجماعة الرومان أقاموهم للجباية، الجزية اللي فرضها عليهم اليهود لأنهم خاضعين ليهم. فقال لهم إيه؟ عشرين ده كانوا بيلموا بزيادة، عشان كده اليهود كانوا يكرهون خالص. لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم. والجنود الجنديان ماذا نفعل؟ قال لهم نهاهم عن ثلاث أمور برضو متنين: لا تظلموا أحدا، لا تشب أحدا، اكتفوا على إفكم. كانوا بيغتصبوا أموال الناس، تظلموش. كانوا بيشتقوا على الناس بجرائم ما ارتكبوهاش، خلي بالكم، عشان ياخدوا مكافئات من الحاكم، دي وشاي أصلا. أي أجرة التي فرضها الحكومة لكم اكتفوا بها، تاخدوش تاني. ابتدى عاد يقول لهم عن إعلان عن المخلص، إعلانه. يقول الذي ربشه في يده، يعني ايه ربشه؟ يعني السلطان بتاعه، البيدر اللي هو العالم، الجمح اللي هو المؤمنين، التبن والاشرار. كان يريد ان يكون لهم من السيد المسيح يورث المؤمنين نعيمه الدائم كما يجمع الجمح الى المخازن، ويرسل الاشرار الى نار التي لا تطفى كما يحرق التبن. خلي بالكم يا حبايبي، كان ابتدى يقول لهم يعني الفروق اللي بينه وبين المخلص. يوحنا عمد بماء التوبة، والمسيح يعمد ايه؟ بالروح القدس ونار. يوحنا ضعيف والمسيح قوي، يأتي من هو أقوى مني. يوحنا عبد والمسيح سيد. يقول لست أهلا أن أحل سور حذائه. يا أحبائي، ياريت كلنا كده نتعلم من تعاليم يوحنا المعمدان اللي قالها في هذا الإصحاح، فتكون أعمالنا مش اسمنا مسيحيين فقط، لا أيضا تكون أعمالنا هي أعمال المسيح. من اعتمد على المسيح فقد دبستم المسيح، ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يكون عندنا رحمة، نكون عارفين إحنا أولاد مين، في أعمال المحبة والرحمة والتسامح. ما نوشيش، ما نكذبش، ما نتهمش، ما نفتريش. ربنا يبارك فيكم، الذي له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.